مصيبة لا سمح الله بسيطة. إذا حلت بك مصيبة مثلا ولو بسيطة طلق ماشي بلا ما تفكر لازم تطلق متسكر ولا بيطير إلا الفيل لا كبير إلا الجمل ولا بيطير إلا الفيل. حكم حكم إذا صفع القدر وخدك لا إجمال. إذا صفع القدر وخدك قدر لقينا أخوان أخوان لا إجمال. طلق ماشي بلا ما تفكر متذكر نادلي انه ما كبير الا الجمل بس الجمل وما بيطير الا الفيل ما كبير الا الجمل ما بيطير الا الفيل. يعني هالاغنية نتعلم منها الكثير. خلينا ناخذها بمثابة هلا فكر فيه ابو عيد. اذا هز الشعب بدنك معلش اذا نتف العار شنبك معلش شو سيما يوكي ها شيكين. اذا نشر القوم عرضك سكرت الابواب بوجهك علمت العصا عجنبك ويلك ولا يهمك. انا معلم العصا عجنبنا كتير مين اللي عرف العصا قد انا. اذا نخر الوضع سماك سماك إذا نقدر الوضع سماك عم بتسجل كل شي مهام لك فداك. طلق ماشي بلا ما تفكر